شب قتال بين مجاميع الميليشيات الحوثية نتيجة خلاف حول تقاسم منهوبات صادرتها الميليشيا في عملية نهب واسعة طالت محال تجارية في سوق الحمام غرب مدينة الفاخر بين محافظتي الضالع وإب. وكان مسلحو الميليشيات ينفذون عملية النهب تلك تحت أنظار القيادة الميدانية لهم. وقبل يومين حدث شجار بين أحد العناصر وزميله بسبب بعض المنهوبات تطور إلى استخدام السلاح ومقتل أحدهما.